سعد صباحكم عن جديد. اكيد سلمى انتم موجودين يمكن بمكتبه المدرسه، كانت معكم الانسه مريانا ويمكن ذكرت انه كانت احد المشرفات الليليات. انا هلا معي ضيفه هي الانسه رزان خضر وهي احد المشرفات الليليات. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. وانت بخير، اهلين، صباح النور. عملك كمشرفه ليليه هو عمل فيه كثير من الخصوصيه، تحكي لنا عن تفاصيل اليوميه لهالعمل. نحن عملنا فترة الليل، ببلش عملنا من الساعة 6:30 المساء لتاني يوم الساعة 8 الصبح. العمل بيتميز بكتير حميمية وخصوصية بالنسبة بيننا وبين الطالبات. بتبلش أول شيء بفترة العشاء، نقعد مع الطالبات نتعشى معهم، يعني بتعشوا ونقدم لهم اللي بيرغبوا بالعشاء. بعدين نطلع نتوجه للمنامة، منامة الطالبات اللي هي أكيد بتتميز بأكتر شيء خصوصي بالمدرسة مدام مدرستنا داخلية. بيقعدوا البنات يعني بيمارسوا طقوسهم اليومية العادية مثل أي بنت يعني ببيتها. فترة المساء، فترة المساء هي للراحة للهدوء، في فترة مطالعة عنا بالنسبة للطالبات، وبعدين بتبلش فترة النوم. نشرف عليهم خلال النوم، نشوف متطلباتهم احتياجاتهم يعني لتاني يوم الصبح. كمان في فترة الصباح فترة الإفطار، كمان بنكون معهم على وجبة الإفطار، وبعدين بيتوجهوا من للمدرسة مشان بقية النهار يكفوا. أنسة رزان، يمكن قلتي لي إنه أنت عم تقضي مع يمكن الطلاب وقت أكثر ما عم تقضي مع أهلك، فأنت هي الرفيقة والأخت والأم يمكن والمعلمة اللي عم تكون قدوتهم. تحكي لنا كمان عن هالخصوصية اللي بيتمتعوا فيها البنات، خاصة لازم تكون العلاقة كثير فيها من الثقة، كثير فيها من يمكن يكونوا قراب أكثر منك. طبعا هي الفترة اللي بقضيها معهم كتير طويلة، يعني حتى أحيانا نضطر الصبح نضل معهم فترة أطول، نعتني فيهم، منشوف احتياجاتهم. دائما الحميمية بين المشرفة الليلية خاصة والطالبات لازم تكون أكتر، لازم ينبنى في ثقة بين الطالبة والمشرفة أكتر، لأنه بتصير في كتير حالات عند الطالبات خاصة بالليل، يعني أنه أحيانا بيحسوا بالاشتياق لأهلهم مثلا، مدام هن بتعرفوا يعني بنات فاقدين آبائهم الشهداء الله يرحمهم، بقى كمان أحيانا بيحسوا بالاشتياق لآبائهم، بيحسوا إنه عندهم شيء مفقود لازم نحن دائما نعوض لهم إياه، نحسسهم بهذا الفقد إنه يكون خفيف عليهم رغم إنه كبير، يعني إنه بنحاول نغطي شوي من الأسى والحزن اللي موجود عند الطالبات. وطالباتنا كمان مراحل مختلفة، يعني احنا عنا بالمدرسة من عمر الحضانة الصغار لعمر البكالوريا، يعني فترة بيمروا بعدة مراحل خلال سن المراهقة، كمان هو السن الصعب. طبعا يعني سن مراهقة وسن اليفاعة هي أول طلعة للبنت وبتكون هيك فايرة، ويعني وهون عنا أكيد نظام وانضباط تتقيد فيه الطالبة، بنعودها على كتير شغلات موجودة، نعودها على الاعتناء بشخصيتها، الاعتناء بأغراضها. نحن بالليل كمان نهتم كتير بالأشياء الشخصية للبنت، يعني ترتيب الخزن، ترتيب الأسرة، تضبط أمورها لحالها، تعتمد على نفسها أكتر، نحاول يعني أنه نعطيها ثقة أكبر بنفسها، يعني نحاول على كل الصعد أنه نكون أقرب للطالبة لأنه نحن أكتر الوقت معها. يعني يمكن في كتير حكايا وقصص انحفرت بذاكرتك خلال يمكن مسيرتك كمشرفة ليلية، ويمكن اختلاطك مع الطلاب البنات يمكن صاروا في منهم جزء منك، حتى تحكي لنا عن قصة أثرت فيكي وما يمكن تنمحها من ذاكرتك. يمكن في كتير قصص، بس أكتر قصة. هلا في كتير قصص بيننا وبين البنات بتصير، يعني هلا في أحيانا بيكون في بالحفلات بيكونوا مبسوطين، احيانا بيرجعوا مثلا من الحفله انه بيحسوا في بحاجه ليكون انه معهم كان حدا بهي الحفله اللي انبسطوا فيها مثلا، او بيحسوا بشوي انه لازم ما نكون انبسطنا لانه نحن ابائنا مفقودين، بيرجعوا بيحسوا بالحزن بعد اي فرحه، بنحاول نخفف عنهم. هلا القصص في قصص كثير، بس يعني البنات انه في منهم مثلا فاقدين ام واب،
يعني ايتام من طرفين، الاب شهيد وبعدين الام متوفاه. في عنا بنات مثلا قليل يطلعوا برات المدرسه بالعطل او بالايام العاديه، بقى بتحسي انه في قصص هيك تاثر فيكي اكثر. بس بشكل عام يعني انه الجو مريح. يعتبروكي بيت اسرارهم وقريبه منهم؟ اكيد. ايه بيحكوا لي، ويعني حتى لا اجباري بدك لما بتشوفي مثلا بنت قاعده لحالها او زعلانه او هيك بدك تاخدي وتعطي معها، وهي كمان بنفس الوقت احيانا بتطلب، يعني هي الطالبه بتطلب انه انسي بس بدي اشوفك مثلا بدي احكي معك. نحاول نخلي وقت انه نحكي مع الطالبات نشوف همومهم. يمكن نحن اليوم هلا بحلقه صباحنا غير، بحلقه خاصه من مدارس بنات الشهداء بعيد المعلم، شو بتحبي تقولي لكل رفاق الدرب ولكل معلمي سوريا؟ اكيد تحيه كبيره لكل المعلمين بسوريا، لانه خاصه بهي الحرب وبهي الازمه اللي قدموا كثير، يعني خاصه لانه العلم هو الشيء الوحيد اللي بده ينقذنا من هذا الحرب اللي فتناها. و هي كبيرة لكل المعلمين ولكل المعلمات اللي ضحوا واللي مشوا المسيرة التربوية رغم كل الصعوبات ورغم كل الجراح والحزن اللي عشناه. تحية كبيرة للمعلم الأكبر بالنسبة إلنا سيادة الرئيس دكتور بشار حافظ الأسد، لأنه هو القدوة إلنا وهو المعلم الكبير. تحية لكل معلم ضحى من أجل أنه يبني جيل واعي ومثقف بالنسبة لسوريا، يحميها ويطلعها من كل المآسي اللي عاشتها. أكيد يعطيك العافية وكل عام وأنت خير مرة تانية. ومثل ما قلنا كمان أريج وسلمى، نحن موجودين بقاعة للصف الخامس من بنات الشهداء، ومثل ما شفتوا المشرفة الليلية حكت عن تجربتها الخاصة وقالت أن الطلاب صاروا جزء من حياتها.